every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. تسببت هذا العاصفة بانقطاع طاقة عن نيو أورلينز بأكملها وعن موضوعنا اليوم هو الديناميكية في العمل الإعلامي. الحركة المنتظمة على إيقاع ينسجم مع طبيعة الخبر وتداعياته يعد من الأشياء المهمة التي يجب أن يتقنها المذيع أو المذيعة، بحيث يشد انتباه المشاهدين ويجعلهم يتابعون باشتياق الأخبار والتحليلات التي يقدمها لهم. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. وفي قناة العربية هناك برامج أخبارية تفاعلية تقوم على أساس الحركة السريعة وبإيقاع متسارع، كما هو حال برنامج الساعة 60 الذي تقدمه المذيعة المتألقة حنين الشولي. وفي كثير من الأحيان تكون الحركة ليست مطلوبة بالشكل المحدد من المذيع، لكن بعض المذيعين والمذيعات لديهم إمكانيات استثنائية في التحرك بديناميكية عالية تجعل المشاهد ينسجم في متابعة الموضوع أو الخبر الذي تبثه القناة. وهنا تكون المذيعة حنين الشولي هي المذيعة الرقم واحد على مستوى قنوات الحدث والعربية والجزيرة وسكاي نيوز، وربما هي على مستوى الإعلام العربي ككل، والتي تتبع هذا الأسلوب المميز وتؤديه بإتقان، بحيث تستعرض الخبر بشكل سلس يتناغم مع طبيعة حركتها وأسلوبها المشوق في الإلقاء والتقديم. لا يعلق على ما إذا كانت شوبايس غادر روسيا أم لا، لكن هل الحالة مرتبطة بتشوبايس فقط؟ النار كانت تحت الرماد منذ فترة في يناير. يليها في الديناميكية المذيعة المتألقة نادين خماش التي هي ديناميكية بطبيعتها بصرف النظر عن نوعية البرنامج الذي تقدمه، فهي ديناميكية في البرامج الإخبارية أو النوعية المتخصصة، كما هو حال برنامج صباح العربية. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? أعزائي المشاهدين، أعزائي المشتركين، ما هو نوعية المذيع أو المذيعة الذي تفضله أو التي تفضلها؟ هل تحب متابعة المذيعة المتحركة المتحررة الديناميكية، أم أنك تفضل المذيعة التي تقضي وقتها في تقديم البرنامج أو الأخبار وهي على كرسي وأمامها اللابتوب؟ بالنسبة لي شخصيا أحب الديناميكية المرتبطة بالجمال والرشاقة والأناقة، وفي أي شكل من أشكال التواصل مع الجمهور مهمة الديناميكية والحركة لخلق الحماس لدى الآخرين، بما في ذلك الديناميكية في العمل التعليمي. من المهم أن يكون المعلم أو المعلمة ديناميكيا بما يخلق التفاعل لدى الطلاب، لأن المعلم الجامد قد يؤدي بتلامذته إلى النوم أو الملل. شعارنا في قناة تايجر تي في منوعات الإعلام أناقة ولباقة، وقد يكون المناسب أن نضيف إلى ذلك الرشاقة أيضا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك ومشاركته مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل إعجابكم. تحياتي.